بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذا الدرس الدرس الخامس والثلاثون تعلق المعلول بالعلة تلازم العلة والمعلول بالالتفات إلى تعريف العلة والمعلول يركز على البعد التصوري يتضح لنا بهذا الالتفات بسهولة يعني المسألة واضحة تستطيع أن تقول تحليلية أنه ليس تحقق المعلول بدون علله الداخلية الأجزاء المكونة له في المعلولات المركبة يعني المادية غير ممكن فحسب وإنما تحقق المعلول من دون تحقق كل واحد من أجزاء العلة التامة أيضا غير ممكن إذا إذا تحققت العلة التي تفيض المعلول وهذه العلة بجميع مكوناتها ومناخها فالمعلول لا يتخلف أبدا هذا هو التلازم التلازم عن يعني التقارن التكويني لا ينفك المعلول عند علته التي تفيضه مع جميع مناخها وشروطها أبداً لا يمكن خلاف ما يرى روسل أن المعلول قد تنفك عنه علته في زمان ولو ثانية والمعلول يبقى لا هذا خلاف كونه معلوناً لأن عنوان المعلولية يستدعي بالضرورة عنوان العلية هذه المسألة واضحة جدا ولهذا يقول بسهولة فلا يمكن أن يبقى الماء إذا انفك عنه الأكسجين أبدا، وإذا جاء الأكسجين لوحده لا يكفي مع الهيدروجين ومناخ خاص، إذا تحقق هذا المناخ بالضرورة يكون هناك ماء. نعم هذه المسألة تسمي تسمى التلازم بين العلة والمعلول، لأنه يبين هذا التلازم. لأنه حسب الفرض يكون وجوده يعني وجود المعلول قلت لكم في مواطن الإظهار هو يضمر المترجم لأن المتحدث الماتن الشيخ مصباح هناك يضمر ب بدوال فارسية نعم، قد تكون في الفارسية جميلة، في اللغة العربية لا هنا موطن الإظهار وليس الإضمار، يعني تقول هكذا، لأنه حسب الفرض يكون وجود المعلول، وجوده من؟ مبهم، وجود المعلول محتاجاً إلى هذه الأجزاء جميعاً، أو وجود المركب الذي هو المعلول يحتاج محتاج الى هذه الاجزاء جميعا وفرض تحقق المعلول هنا اظهر جميل وفرض تحقق المعلول من دون اي واحد منها يعني انه ليس بحاجه اليها نعم مع انه قائم بها ومن الواضح يعني من الجلي انه اذا كانت العله ذات بديل فانه اي منهما على البدل يكون كثير على البدن يعني كل ألف وكل باء عندنا ألف وعندنا باء باء لوحده يكفي لتحقق المعلول باء يكفي هذا على البدل إذا كان ألف يكفي نعم ما نحتاج إلى باء إذا كان باء يكفي لا نحتاج إلى ألف نعم ومن الواضح أنه إذا كانت العلة ذات بديل فإن أي منها يعني من هذه العلة أو الأخرى على البدل يكون كثير وسيكون فرض وجود المعلول بدونهما جميعا بدونهما جميعا ممتنعا يعني, يعني لا ألف ولا ب موجود غير صحيح المعلول لا يتحقق وفي الموالد يعني في المصادق التي يتخيل فيها أن المعلول قد وجد من دون علة كما في المعجزات والكرامات يتخيل يعني يتوهم فهناك في الواقع قد حلت علة غير عادية ولا معروفة محل العله العاديه والمتعارفه فتأتي الحكومه، قانون الحكومه، حاكميه هذه العله العل الغيبيه المجهوله لدينا على العله المعروفه عندنا والتي نعاينها. ومن ناحيه اخرى اذا كانت العله التامه قد وجدت فوجود معلولها يصبح ضروريا. هذا هو اللزوم هذا هو اللزوم لأنه إذا تمت العلة التامة بدون وجود المعلول فهذا خلاف كونها علة تامة مبدأ التناقض هنا يأتي مبدأ التناقض دائما يتبع مبدأ السبب الكافي مبدأ السبب الكافي يقول العلة التامة متوفرة يعني كل ملاك أو ملاكات صدور المعلوم متوفر فمبدأ التناقض يأتي يقول عدم صدور المعلوم مستحيل وإذا لم يصدر فرضا فالعلة ليست بتامة هذا هو مبدأ السبب الكافي دائما مبدأ السبب الكافي يحيلنا إلى مبدأ التناقض يعني مبدأ السبب الكافي الذي هو معيار عقلي يخضع له يخضع له تفكيرنا ونحن نمارس الفكر نمارسه تحت حاكميه مبدا السبب الكافي في في فكرنا مثلا كمثال السيارات جاهزه من جميع الجهات للحركه ياتي السائق يحرك المفتاح المحرك لا يشتغل او المحرك يشتغل السياره لا تتحرك اذا لم يتحرك المحرك هنا مبدا السبب الكافي يحركه ابحث عن سبب يراجع المحرك يجد البنزين غير موجود ف السيارة لم تكون تامه في جهوزيتها يعني العله تامه غير متوفره يملا البنزين يحرك المفتاح المحرك يتحرك والسياره تتحرك مبدا السبب الكافي حتى في الحياه العرفيه هو الحاكم ولا يمكن الا يكون والا لا معنى للحياه البنزين موجود المحرك كله تام لا ينقصه شيء والسياره لا تتحرك العجله خربانه يغير العجله تتحرك السياره. نعم بدون بنزين يعني العله غير تامه لا تنتظر الحركه ابدا اذا كانت حركه هذا محال. مبدا التناقض يقول هذا محال. وبالتالي حركه السيارة إذا تمت جميع المكونات مكونات السيارة فبالضرورة تأتي الحركة إذا كانت العلة التامة قد وجدت فوجود معلولها العلة التامة هنا خذها كسيارة تامة بجميع جهوزيتها وجد وجد معلولها وجود وجد معلولها يعني الحركة يصبح ضروريا لأن معنى العلة التامة يعني الجهوزية التامة لأن معنى العلة التامة هي تلك التي تؤمن كل حاجات حاجات المعلول يعني الجهوزية التامة وفرض أن المعلول لم يتحقق يعني لم ينوجد يعني أن وجوده يحتاج إلى شيء آخر والجهوزية التامة وهذا يتنافى مع الفرض الاول مع الجهوزيه التامه. نعم واما فرض شيء يمنع من تحققه فهو يعني عدم تماميه العله. فرض شيء يمنع من تحققه، تحقق ماذا؟ المعلول فهو يعني عدم تماميه العله. اذا اكتشفنا شيئا يؤدي الى عدم الحركه يعني العجلة خربانة يعني الجهوزية غير تامة يعني العلة تامة تم ليست متوفرة لأن عدم المانع أيضا شرط لتحققه عدم المانع يعني المانع ما هو العجلة خربانة عدم المانع يعني نرفع هذه العجلة ونضع عجلة جيدة شرط لتحقق الحركة يعني يجب أن ترفع هذا المانع عدم المانع يعني ترفع هذا المانع يعني تغير العجلة وفرض تماميه العله شامل لهذا الشرط العدمي ايضا يعني الجهوزيه للسياره نعم شامل لهذا الشرط العدمي ما معنى؟ يعني يجب ان تغير العجله من يفتي على السائق هذا الامر مبدا السبب الكافي التركيبه العقليه السرمديه نعم فعندما نقول ان العله التامه لشيء قد تحققت جوزيه تامه، السيارات في كل ابعادها جاهزه للحركه، فالمقصود هو انه علاوة على تحقق الاسباب والشروط الوجوديه لا يوجد مانع لتحقق المعلول، اذا كان هناك مهندسون هو من صنع هذه السيارة ألماني والسيارة مرسيدس لا تتحرك يقول هذا مستحيل هذا مستحيل نعم هذا مستحيل نعم لماذا؟ لأن الجهوزية تامة انظر مبدأ السبب الكافي دائما يلازم مبدأ التناقض وظن بعض المتكلمين هنا يذهب إلى مسألة العادة وظن بعض المتكلمين بعض فعل ظن فعل ظن بعض المتكلمين يعني ليس كل المتكلمين أن هذه القاعة القاعدة مختصة بالعلل الجبرية الفاقدة للاختيار أما الفواعل الاختيارية كالإنسان قانون الوجوب بالغير يعني العلة التامة تولد المعلول قهرا وضرورة وحتما هذا لا يجري في الفواعل الاختيارية وهذا مبنى سيد الصدر سيد محمد باقر الصدر ومبنى السيد الخوئي ومبنى الفياض الآن ومبنى الشيخ تقي جعفري في كتابه الجبر والاختيار نعم موجود هذا المبنى و هذا البعض من المتكلمين أن القاعدة شيء ما لم يجب لم يوجد يعني إذا لم يصل إلى مرتبة الضرورة لن ينو ينو يجد المعلول ما معنى؟ معنى أن العلة التامة تامة يعني الجهوزية التامة فالمعلول يترشح بالضرورة يقولون لا تجري هذه القاعدة في الفواعل اختياري يؤمنون بالقاعدة اقصد سيد سيد الخوئي والشيخ فياض والشيخ جعفر جعفري رحمه الله على الاموات منهم وعافى الله الاحياء منهم يؤمنون بهذه القاعده الوجوب بالغير يعني المعلول اذا تمت علته الجهوزيه صار المعلول يكون بالضروره يقولون لا تجري في الفواعل الاختياريه بمعنى ان هذه العله التامه في الفاعل المختار دائما الفاعل المختار له ان يفعل أو له لا يفعل نعم لا يمكن للفاعل المختار ان يتجه في اتجاه ما نعم دائما يبقى الحظ الثاني طبيعه الاختيار هكذا هذا تصوره للمساله وهو تصور غير صحيح أبدا أنا رأيت رسالة وعندي نسخة اشتريت هذه النسخة باللغة الفارسية ظاهرا أطرح الدكتوراه مطبوعة باللغة الفارسية خاصة في هذا المبنى مبنى السيد الصدر السيد الخوي والشيخ فياض والطقي جعفري وهي من النائيني بدأت من الشيخ النائيني المبنى النائني بل بلوره السيد الخوئي والشيخ فياض تابع للسيد الخوي ما عنده أه شيء جديد السيد الصدر عنده إضاءات جديدة وتقي جعفري كذلك أه يتبنى هذا المبنى يقول الإنسان إن مختار بمعنى أن إرادته إذا كانت في دائرة هذا الطرف وهذا الطرف ألف ولا ألف تبقى دائما هكذا لا يمكن ان تخضع للجبر الفلسفي، هذا يسمى الجبر الفلسفي، ليس الجبر الكلامي، رفع الاختيار، الجبر الكلامي. يعني ضرورة ثبوت المعلول عند تممية وجود العلة التامة. وظن بعض المتكلمين ان هذه القاعدة مختصة بالعلل الجبرية الفاقدة للاختيار. يعني في الفواعل غير الاختيارية. وأما في مورد الفاعل المختار فبعد تحقق جميع أجزاء العلة يوجد مجال لاختيار الفاعل وانتخابه هذه النقطة صحيحة هنا أصابوا أين أخطأوا أخطأوا في في عدم إيجاد التناغم مع الوجوب بالغير والاختيار نعم، مسألة دقيقة جدا، دقيقة جدا. غافلين حال كونهم غافلين، لماذا نقطة هنا؟ المفروض فاصلة. أنا عندي نقطة المفروض تكون عندكم فاصلة. خليني أعيد التطبيق حتى يتضح يتضح لنا السياق. وظن بعض المتكلمين أن هذه القاعدة، أي قاعدة؟ تمامية العلة التامة تولد المعلول بالحتم والضرورة. قاعدة تسمى وجوب الغير فلسفي مختصة بالعلل الجبرية يعني القهرية كالماديات أما الفاعل المختار لا يبقى دائما يستطيع أن يتمرد عن السياق سياق سياق الضرورة الفاقد للاختيار وأما في مورد الفاعل المختار فبعد تحقق جميع أجزاء العلة يوجد مجال لاختيار الفاعل وانتخابه، هذه النقطة صحيحة، لكن المبنى خطأ. غافلين عن أن، هنا نقطة لا غير صحيحة، فاصلة المفروض تكون. غافلين عن أن القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص. لا هم لا يقولون تقبل التخصيص، جماعتنا المتكلمون ما عندي شغل معهم. المتكلمون ما يعرفون التخصص والتخصيص. جماعتنا يعني السيد 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 الصادر الشيخ نعيني والشيخ فياض وطقي جعفري يقولون لا يقولون بالتخصيص ان القواعد العقليه لا تخصص ان القواعد العقليه دائما تكون بنحو الكليه تطال جميع الافراد لا تجد فردا يتمرد عن القاعده العقليه ابدا جماعتنا يقولون بالخروج التخصصي وليس بالخروج التخصيصي. نعم. يعني القاعدة لا تطال الفواعل الاختيارية. فيؤمنون بالقاعدة. نعم، ويؤمنون أنها تجري في جميع مصادقها بدون إستثناء. فقط الفواعل الاختيارية خارجة عن سلطنة هذه القاعدة، هذا يسمى الخروج التخصصي. وفي هذه الموارد تكون إرادة الفاعل جزءا من أجزاء العلة التامة هذا هو الحل يعني العلة التامة في جهوزيتها الاختيار الإنساني داخل في هذه الجهوزية إذا الوجوب بالغير الفلسفي يؤكد الاختيار ولا ينفي الاختيار هذه المعادلة الرائعة جداً هل الجبر الفلسفي ينفي الاختيار ام يؤمنه يؤمنه نعم لماذا لان العله التامه لا تكمل الا بهذا الاختيار فالاختيار هو مقوم للجبر الفلسفي والجبر الفلسفي يؤمن الاختيار يقول وفي هذه الموارد تكون اراده الفاعل الاراده التي تتعين بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه نعم، الإرادة في إتجاه خاص تسمى الحرية، حرية الاختيار. وفي هذه الموارد تكون إرادة الفاعل جزءًا من أجزاء العلة التامة، فما لم تتعلق تتعلق إرادته، إرادة الفاعل بإنجاز الفعل الاختياري، فإن العلة التامة لم تتحقق بعد. إذًا الاختيار يعني الإرادة في إتجاه ما هذا ضروري لتمام الجهوزية نعم وإن كانت سائر الشروط الوجودية والعدمية متوفرة كل الجهوزية تامة باستثناء الاختيار لا يتحقق المعلوم الاختيار اختيار ما هو يعني الإرادة في اتجاه ما فلا يمكن أن يتحقق المعلوم يجب أن تدخل الإرادة في اتجاه ما يعني حرية الاختيار في صميم الجهوزية فالجهوزية تكون ناقصة بدون الاختيار فالفعل لا يكون والحاصل أن لكل علة تامة كانت أو ناقصة وجوبا بالقياس ووجوبا بالغير وجوب بالخير هنا هو لا ليس له علاقة بالتقارن تقارن يقربه الوجوب بالقياس أحسن وجوبا بالقياس بالنسبة لمعلولها وهكذا لكل معلول وجوب بالقياس بالنسبة إلى علته التامة ويمكن تسمية مجموع هذين الأمرين باسم قاعدة تلازم العلة والمعلول يعني إذا كانت العلة التامة يعني جهوزية تامة المعلول يلازمها وإذا كان هناك معلول فهو يلازم الجهوزية التامة العلة التامة تمام من من الطرفين هذا هو ضرورة بالقياس وجوب بالغير لا وجوب بالغير ضرورة تأتي من طرف العلة فقط المعلول لا يمكن أن يعطيها الضرورة لأنه هو متوقف عليها نعم أما الضرورة بالقياس لا ضرورة بالقياس تتولد من الطرفين يعني العلة التامة بالقياس إلى معلولها نعم إذا قسنا إلى معلولها المتحقق فهي بالضرورة تكون والمعلول إذا قسنا إلى جهوزية العلة يعني العلة التامة بالضرورة يكون انتهى الأمر سهل المسألة الشيخ مصباح لماذا لم يعمق إشكال أن القاعدة لا تجري في الفواعل الاختيارية مع أن المسألة خطيرة جداً لأنها ليس من صميم بحثه هنا، نعم، هذا يأتي في بحث الاختيار الإنساني في الجبر والاختيار، سيأتي في بحث القضاء والقدر، تقارن العلة والمعلول وتستنبط وتستنبط من قاعدة تلازم العلة والمعلول قواعد أخرى من جملتها قاعدة تقارن العلة والمعلول توضح ذلك ما الفرق بين التلازم والتقارن؟ التلازم فيه تقارن حتمي تقارن حتمي اما التقارن قد يكون ولا تكون هناك حتمية بين الامرين ولا بين بينهما عليا ومعلولية مثلا في تلازم بين الذات والصفة صفة الذات معني بمجرد أن تقول إله الحياة يجب أن تكون تلازم الذات لأن كمال والله تعالى جميع الكمالات فإذا أحرزت أن الحياة كمال فتكون في الذات فتلازم موجود معنا العلي والمعلولية غير موجودة بين الذات والصفة كذلك الاربعه والزوجيه تلازم موجود تقارن موجود ولكن ليس من باب تلازم العله وهل مع توضيح ذلك كلما كان المعلول من الموجودات الزمنيه وكان جزء من ازال علة تم على الاقل زمنيا ايضا فان العله والمعلول يتحققان في زمان واحد تقارن زماني نعم ولن تكون هناك فاصلة زمنية بين تحقق العلة التامة وتحقق المعلول هذا رد على من؟ رد على بيرتراند رسل والعجيب كيف بيرتراند رسل يقول هذا الحديث ليس في العلة المعدة الحديث في العلة التامة نعم العلة المعدة نعم العلة المعدة قد تسبق المعلول في الزمن يعني أنا شخص الأب ليس الأب، شخص الأب. لم يتعنون بالأبوة بعد سابقا على الولد. إنه علة معدة، ليس هو العلة التامة. الحديث عن العلة التامة التي تفيض الوجود. لأنه لو فرضنا هنا يدلل على ماذا؟ على عدم الانفكاك الزماني بين العلة ومعلولها لأنه لو فرضنا بعد تحقق جميع أجزاء العلة التامة يعني الجهوزية التامة إذا لو فرضنا يمر زمان وإن كان قصيرا جدا ثانيا ثم بعد ذلك يتحقق المعلول يعني يمر زمن ويتحقق المعلول فلازم ذلك هذا هو التالي الفاسد فلازم ذلك المفروض على الطالب العزيز أن القواعد المنطقية تسري في ذهنه سريان الماء في واد الميسيسيبي أو وادي النيل تسري سريانه يعني بمجرد أن أقول اللازم الباطل فيعرف أن القياس قياس استثنائي له لوازم باطله، اذا بطلت يبطل المقدم. هذه امور واضحه في ذهن الطالب العزيز. فلازم ذلك ان لا يكون وجود المعلول ضروريا في ذلك الزمان والمفروض، نعم. لماذا؟ لانه العله التامه موجوده والمعلول غير موجود، يجب ان تمر ثانيه، ثواني، ساعه حتى يتحقق المعلول. معناه فلازم ذلك أن لا يكون وجود المعلول ضروريا في ذلك الزمان المفروض بينما مقتضى وجوب المعلول بالقياس إلى التامة أنه بمجرد تمامية العلة يصبح وجود المعلول ضروريا إذا إذا تحققت العلة التامة بتمام جهوزيتها المعلول غير موجود لماذا؟ فنحتاج إلى فترة زمنية حتى يظهر هذا المعلول يظهر إذن ما فرض أنها جهوزية تامة ليست جهوزية تامة ما. مبدأ ما سبب الكافي مبدأ سبب الكافي هو العقل هو العاقل وهو يتحرك في الفكر كانت عندي رسالة في سبعمية صفحة كتبها شخص ينتمي إلى مدرسة عريقة جدا في في سويسرا معهد فيوبورغ في برج هذا معهد كبير ف يعني مدرسة كبيرة جدا دراسة عن مبدأ سبب الكافي في 700 صفحة يعني تاريخيات ومباني ونقاش المباني نعم كان عندي هذا الهارد مملوء بالمعلومات وفسد دفعت عليه 100 دولار أكثر من 100 دولار ما, ما, ما أسترجع شيئا إلا شيء قليل لا ينفع نحتاج إلى خبير كبير حتى نسترجع هذه الملفات الجميلة جدا في هذه الرسالة باللغة الفرنسية فهذه القواعد الصرمدية يجب على الطالب أن يعي بها جيدا حتى يتلاعب المتون فهما وتحليلا وتركيبا. نعم. بينما مقتضى وجوب المعلول بالقياس الى علته التامه انه بمجرد تماميه العله يعني الجهوزيه التامه يصبح وجود المعلول ضروريا. نعم. إذن هذه الفاصله الزمنيه لا معنى لها. مبدا التناقض يقول لا لمبدا السبب، لفتوى مبدا السبب الكافي. جهوزية تامة وليست جهوزية تامة هذا مبدأ تناقض إذا كون بين العلة التامة ومعلولها فاصلة زمنية زيفون بطلان ولكن هذه القاعدة يأتي إن شاء الله صل محمد محمد <applause> اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد